اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فوت جول. انا محمد اسامه والنهارده هنلعب فيفا تاني. الحلقه اللي فاتت طبعا اكيد اتفرجت عليها، ولو ما اتفرجتش هتلاقيها في الكومنت تحت او هتلاقيها في الديسكريبشن على يوتيوب. لعبنا تصفيات وفتحنا شويه جوائز، ما طلعناش لعيبه قويه، بس المفاجاه بقى ان احنا لعبنا الفوت وطلعنا تصنيف ثالث وطلع لنا جوائز كويسه وطلع لنا منها لعيب كويس. هو مش هيك في فريقنا بس هو لعيب كويس يعني. فيلا بينا نشوف كده الجوائز طلعت لنا ايه. خلصنا الجوائز وشوفنا برونو فرنانديز اللي طلع لنا، اللي مش للاسف مش هنعرف نحطه في الفريق. الناس كلها نفسها يطلع لها برونو ونفسها يطلع لها جوائز كويسه، بس احنا كل الجوائز دي او معظمها مش هتنفع معانا. فبرونو بقى يعني الى اللقاء في جنه الخلد. يلا بينا بقى نشوف جوائز الرايفلز ايه وبعد كده نبدا التصفيات. يلا بينا. عندنا باكتين باك اللي هي مش هيطلع لنا فيها حاجه، هو لعيب بيقول بلس 82، فاتمنى البلس 82 ده يبقى حاجه كويسه يعني، مش عايزين نعيط ونصيح. والثانيه باك ب 50,000، اتمنى برده يطلع لنا فيها حد ان شاء الله، حد ب 50,000. وطبعا شايفين الفلوس فوق 128,000، فيعني مبلغ جامد. انا كنت هموت واصرفه بس مسكت نفسي يعني عشان لما نيجي نعمل الفريق يكون معانا فلوس كويسه. فيلا نفتح. يا جميلة طبعا وغير متوقعة يعني، مش متوقعة بيل اصلا ودوبليكت ودي انتريدبل، فيعني هنرميه في الزبالة حرفيا. ماشي يا سيدي، بيل اصلا ولا بيل عندنا تريدبل؟ انتريدبل في الزبالة يا عم بيل. انطونيو انتريدبل في الزبالة يا عم انطونيو. متوقعة، ما في جديد، هي متوقعة. فيلا نشوف بقى كده الباك اللي فيها امل. ام 50,000 كمان مرات. ماشي حلو شكرا، بس دي تريدبل ومش هيطلع لنا في يعني مرات ده ب 700 تقريبا حاجه كده، وكلها دوبليكت. الله
جميل 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 والله، جميله الباكس دي. طب يا جماعه احنا ما عملناش حاجه، وتب والحاجات دي ملهاش اي لازمه، نبدا بقى نلعب وخلاص، فككم اللي حصل ده. يلا ندخل التصفيات ونشوف هيطلع لنا ايه الدنيا، هيطلع لنا انهي منافسين ولا هيطلع لنا مباراه. نفسنا يطلع لنا المنافسين بتوعنا زي الباكات اللي بتطلع لنا بالظبط. انا فتحت رايفلز عشان اقول لكم ان احنا بقينا ديفيجن 5، ديفيجن اللي فات كنا ديفيجن 6، دلوقتي بقينا ديفيجن 5، ويعني فاضل لنا نكسب ماتش هنبقى ديفيجن 4. فاعتقد الدنيا لطيفه يعني معانا في رايفلز شويه، احنا ما بنلعبش رايفلز كتير. فيلا ندخل على الفوت والتصفيات، وتسع ماتشات المفروض نكسب منهم 5، 5 ماتشات بس، فان شاء الله نكسب الخمس ماتشات وندي الاربع ماتشات للغلابه يعني. انا مش طمعان، البنج طبعا تعبان عندنا كلنا ومنهم هنا يعني. يعني بدايه كويسه. المهم بقى احنا برونو ده حطيناه على الدكه، وعلى امل بقى ان احنا ايه نحتاجه كده في وسط الماتش ولا حاجه، بس كبدايه يعني مش هنعرف نبدا ببرونو خالص. Shining down on the players as we speak. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical analysis is Stuart Robson. And what we have coming up for you is game one in the Champions playoffs. What might we see today, Stuart? Oh, ديلو هذا. ديلو. لو اخترنا بقى أفضل لاعب لعبنا بيه الأسبوع يعني الفترة اللي أنا اللي فاتت دي كلها، هيطلع مين بقى؟ هيطلع هازارد على العكس المتوقع يعني. ما هازارد ده ما فيش خالص، بيتصاب ماتشين هنا بقى تقريبا، هو جامد عشان ما بيتصابش يعني، بيتصاب بقى بنديله الهيلينج بتاعه وخلاص بقى جامد وزي الفل وبيكمل معانا الماتشات، واكتر لعيب مسجل لنا جوان وبيلعب مهاجم اصلا في مكان مش مكانه، فيعني مبهدلينه خالص، وراجل عامل الواجب وزياده. فاتمنى ان هو يبقى كده برضه. اوه حلوة حلوة حلوة. ايه ده الحق طيب. يا قول لي وين بالظبط؟ سهلة الكورة سهلة، واحد اثنين هوبا هوبا بالفيت. بحاول اضمن الكورة باني اخلي اللاعب اللي بيشوط وشه للجون، بس ما فيش فايدة. ده تقريبا ديمبلي شاطها بيمينه، فصباح الفل ايه؟ هو التعادل. ما راجل ما تأخر يعني، حتى عارف ما استناش للشوط الثاني، فلا اللي هو خد التعادل على طول. عنده صلاح وراشفورد وناس جميله قوي في دي بوين، وليله كبيره قوي سعادتك. شوف صلاح وراشفورد وانطلاقه ومعاهم فالفيردي ومارسيال، وليله كبيره خالص. صباح الفل يعني. لو في خشبه في الجون هتصد احسن. لا لا. ايه ده؟ مش ناقصاك خالص يا عم مالن. افكر برضه في اخر حلقه كده اعمل لكم فوت، تختاروا لو عايزيننا نكمل بالفريق الاسباني وما نعملش اصلا فكره منتخب افريقيا دي، بحيث برضه ايه تشوف انتوا الدنيا معانا عامله ازاي. احنا بنلعب بقول فريق الاسباني، منتخب افريقيا مش هيبقى اقوى من كده خالص، غير لو جالنا لعيبه جامده يعني زي صلاح وماني. ففي اخر الحلقه كده هحط لكم فوت
عايزيننا نكمل بايه؟ نكمل بده ولا نبدا نعمل منتخب افريقيا بتاعنا؟ هو ده اصلا متشلوح لوحده، فما اعرفش منتخب افريقيا هنتشلوح اكتر من كده ولا ايه؟ نشوف يعني. حلو. يب. فودن ده لوحده جليتش، يعني هو لوحده كده كبني ادم موجود في الملعب جليتش. بص بص بيعمل ايه؟ نفس الكوره كل مره نفسها. كامل يلا يا عم كامل. دي باصه يا عم كامل. يلا يا هازارد. اهم بقى حط صح كده. صح صح هو هازارد جبته من امبي. تخيل عزيزي المشاهد ان هازارد هو نجم الفريق بتاعي. تخيل طب تخيل فريقي عامل ازاي. لا لا بص ده عدى من وراك انه بيعدي ايه ميكوباس. بياخد غرز في قلب الملعب صراحه. انا لعبها الفالفيرد دي اصلا يعني. حلوه خلاص بقى مش هنسال بقى بعد كده. هازارد لازم يكون عامل حاجه في الجول. ماشي حلو حلو شوط لطيف عندنا فيه هازارد عمل لنا كل حاجه الحمد لله. Into the second half of this match and an uphill climb for Internacional. حط يا انت هتخلص الدنيا يا ابني. لسه بقول مبسوط من الدفاع يا راجل. عيب عيب. ايه ده ايه ده. هل هو ممنوع يصد الكوره يطلعها بعيد ولا لازم يصدها ويديها للمهاجم؟ ده صدها خبطها في العرض واحد للمهاجم. يلا يا عم كاما حط بقى. هنندم والله العظيم هنندم. احنا تعبان فودنيا فعلا. فودن ده يا صلاح. لا 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 هتقعد تلف كتير يا عم. بطل لف. هو بيلعب بخطه دواخه. هو بيدوخني فعلا. بوك بس انا ده على الواد اداله كتف نيمه. ايه ايه هو بص بص هيعمل ايه بقى. اوه هو ده مال هو ده مال ان اللي انا انا كنت بعنفك بس عشان تجيب اللي عندك. بس هيلف هيلف لف يلا حبيبي لف. بس هيلف والله بيلف بس. ايه ده ايه ده ايه ده بقى. حد يقول لي يعني قولوا لي ايه ده. يا مالن يا مالن يا حبيبي انت مهاجم انت مهاجم. ايه ده. Today is the weather absolutely perfect playing conditions. I'm Derek Ray in the commentary position and I'm joined for analysis by Stuart Robson. And what we have on the menu is Champions Playoffs action. Stuart, what are you expecting? Yeah, they played well in the last game, but they need to match that performance today. It should be a good game this one. Can he find someone at the far post? Eden Hazard with a lovely ball. حط 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 ديمبلي ديمبلي ديمبلي. هل بتقبضوا كويس في اللف ده يعني بيقبضوكوا كويس؟ الشوط خلص ماشي. راجل فخ الشوط ابتدى يلف فمش عارف بقى هيفضل يلف طول الشوط ولا هيدينا فرصه يعني نلعب. هي مش ممكن تلف كده وتبص
انما تقعد تلف كده. اوكي اوكي اوكي. طب ايه بقى استفدت ايه انت؟ هتعدي اه بس ايه؟ هل ده لعب؟ ليه كده؟ حلوة يا فينيسيوس. ما بتجيش معايا دي خالص بقى، مهما عملت مهما عملت ما بتجيش. يا اسطى ابوس ايدك بطل لف. طب ايه نلف يعني احنا كمان ولا نعمل ايه؟ يا 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 وقف. خلص بقى. خلص خلص. حلوة حلوة. خلي اللف ينفعك بقى يا بيه، خلي اللف ينفعك. اه 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 هيلف. ما يلفش. يا نهار اسود. مفيش تعليق على اللي حصل ده خالص. مفيش كده، مفيش كده فعلا. وقت اضافي تاني، قصاد واحد بيلف تاني. مستحيل مستحيل. حلوه حلوه حلوه. لا يحدث كل يوم. معنا بقى الصفاره يا سيدي. بس الحمد لله ما حصلش حاجه والحمد لله احنا زي الفل. احنا كده فاضل لنا 6 ماتشات المفروض نكسب فيهم كام؟ 3 ماتشات. فاحنا هنخسر الماتش اللي جاي واللي بعده ونخسر الثالث كمان، يبقى فاضل 3 نكسبهم بقى. بس المهم ان احنا نخسر يعني، ما عنديش مشكله نخسر بس ما مش قدام حد بيلف. اي حد ما بيلفش يكسبنا عادي يا جماعه. اوه حلوه حلوه، بدايه جامده. والاول ما بيلفش ده بيرجع لورا، ما بيلفش يا راجل. حلوه 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 يا فالفيردي، هو ده اللي انا عاوزه منك يا ابني. يلا يا عثمان يا عثمان يا عثمان يا لعيب يا لعيب يا عثمان. اصلا اصلا Champions playoffs coming right up. It's Beast FC versus Dynamo. Well, Derek, their win last time out counts for nothing today. They need to be at their best to get 3 points in this one. Correa. حلوة 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 كويس. رشوا البولونيا عشان كوريا. لدرجة ان انا لو جبت بنزيمة همشي همشي الحاج هازارد. هسيب كوريا. متوقع خلصت كده. ودا تاني ماتش نخسره، كسبنا 3 وخسرنا 2. خلصنا خلاص. شفتوا اللي حصل، شفتوا الناس اللي بتلف معانا كتير، وشفتوا الناس اللي ما بتلفش، وشفتوا كسبنا ازاي وشفتوا خسرنا ازاي. وكانت حلقة يعني لطيفة، وانبسطت ان انا كنت معاكم. شكرا ليكم واشوفكم في الحلقة الجاية.